دايرة تبارك اخي. هذا ستيل. ها؟ ستيل. هذه ما تأثرش هذه باش. ها؟ تبارك الله. واش بغيتي 60 ولا عطيتو؟ 60 عطاو. الإخوان اليوم تنتواجدوا إن شاء الله من واحد الخليفرة في واحد السوق يعني يمكن من أسواق الكبيرة في المغرب بالنسبة للكسيبة، يعني تقريبا كاملين تيجيو لهذا السوق من تيتغداو سوق أقلموس. ودا الناظور ماني ما مرة دريواش الناظور. أنت سيد عايش دين الناظور؟ وا شوية توا هكاك خديني وا تعيش خديني شوية توا. تبارك الله تبارك الله. بني بويا فار بني بوي فرور بني شيكار. الله 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 يجازيك. تبارك الله عليكم. شكرا. تبارك الله. تبارك الله فيك. الله يجازيك. إناء 140 ألف فرنك. 140 ألف. واش عطى لكم 140؟ عطاونا 140 اللي عطاونا يعني 28 ألف ريال. عطاونا 150 يعني على 2000 ريال اللي خاصة السيد 30 150 ألف فرنك هذه الزنز مشينا 140 ألف فرنك. الله يبارك الله يبارك خويا. 38 البيع ولا عطاو لك 38؟ 38 يعطاو. وشحال بغيتي انت؟ طلب 42. الله يبارك. الله السيد بشي ناس 140 الف فرانك يخص 200 ما 190 الف فرانك يخص 210 ايوا. شحال غيكون عنده؟ هذه تبع عامين تقريبا. تقريبا عامين. وزعما عامين جائز للعيد؟ الثنية دايجة واخا تكون قل من عامين. من عامين الفوق غيكون داخل في 3 سنين. اسمح لي كاينه مولات عامين وما كتكونش ثنيه وكاينه مولات عامين كتكون ثنيه. يعني على حسب على حسب على حسب اللوفه. الله يجازيك. الاحباب الكرام المسرق هذا غير كيجيو مثنى يساور في مازيغت هذا غيعاود شوي خص سوقها مثل المنطقه غير يعاود سوقها ما مشيتيري خصوصا ذي المكسيمه. السوق هذه تسمى نعم سيدي السوق منطقة وقلموس. نعم. منطقة الأطلس. السوق بمعنى أحوري. أحوري هذا منطقة الأطلس بمعنى المليح. تسند غير سودان تسمى من يمشي. يعني السوق تقريبا نجمرت. وين نجمرت وا. وبالنسبة غير الأثمنة. يعني تواريغ الأثمنة ذانيتين تقريبا تقرب من غير الأثمنة غنغدير سواق مثلا شي نوز دنار نوز زين نضا. وهذا نبطس نفاق يعني ما السبب؟ السبب غنلقى حوري ثاني تا غاس ايش الماركه وجيبوها من الماركه النيغروندي يعني ايش الميزه الميزه ثاني تا المهم تسمى قعد شويت وجيبوها من النيغروندي شنو تسمى غاروني جنا حوري قارناس غاس ايش السميث قارناس واني تغار نشني ثاني تا يتسمى احوري دازكوا و يعني معروف نشي القارص احوري نخنيفره خنيفره غارون جن ظنيت يتسمى سجيف نسد قارناس مصاردي مجلس قان قارناس اصاردي اصاردي يعني السردي اصاردي و غاسي وين وني غاس الثمن يقعد شويت يعني ربدا ذيني يمكن يجي 20 الف فرانك ولكن بالنسبه كثار ذيني تيرين بالنسبه للاثمنه يعني جار والسن يعذون ذي يعني ذي نهار يتقرب الدرعيد ماش توري شكل الاثمنه الاثمنه النهار يتسمى شويت جبوه قاعد شويت واه ولكن كما 200 دورو نختار قاعد ولا جبوا 100 دورو 200 دورو 30 300 دورو مني هو من هذه المنطقة؟ لا إقليم خنيفرة. إقليم خنيفرة أيه. يعني باش تتميز هذا السوق باش تتميز؟ هذا معروف معروف السوق مزيان معروف يعني بالنسبة للكسيبة خاص الكسيبة؟ الكسيبة أيه معروف هو كاع لا في الجبال لا في يعني هذا العام الأثمنة ها؟ الأثمنة هذا العام وقيلة طالعة شوية لا؟ طالعة مزيان مزيان السوق ولكن مزيان واش بالنسبة مزيان للكسابة ولا مزيان للأخ ولا مزيان للكسابة ومزيان حتى اللي غيشري إن شاء الله ياك؟ مزيان كل شيء تبارك الله يعني ده مزيان كل شيء بخير إن شاء الله غير يعني غير هذا العام زاد شوية زاد شوية الحوالة ولكن بالنسبة للسيمانة اللي فاتت وهذه السيمانة واش كاين شي فرق؟ كاين فرق كاين فرق ياك؟ أي كاين فرق
يعني واش كاين زياده ولا كاين شويه زياده؟ يعني عادي اليوم كاين زياده على كاين زياده من السيمانات الفايته، ولكن اللي سمعنا يعني هذه السيمانه ناقص شويه. لا العكس، حاجه مليحه راه فيه الثمن. تبعت الحال تبعت الحال، حاجه مليحه راه فيه الثمن. هذا كان مشري ب 56000، ولكن الضربه ما تاثرش هذه؟ لا والو، هذه لا دابا غير محيط الشعر من هنا ولا عاد. وبشحال عنده عندي هذا؟ شحال؟ تكون عنده 4 سنين هكا. خصك الفاخر. هذا راه كيطيبو غير اللحم ديالو، غير الشحم ديالو كيطيب. عنده سي حمص ياك بحال خروف. تبارك الله الله يكرمك. فرادي؟ لا كنهضر على الجمله. جمله؟ تا هنا 45. 45 تبارك الله. 45 هنا سي. وانتم شحال تطلبوا؟ 45. ها شحال تطلبوا نتوما؟ قلنا 840 جاب الله. عصاو اليوم 245 الف فرانك و25 وتيطلبوا 240 الف فرانك، هذه البركه. الله يبارك. اخويا الا انطلب الريوس الجماعات المغرب بصفه عامه بحال هذا الشيء ديال السواق، يبقاو يرشوا شويه بالماء، راه الناس تخنقوا مسكين. مشاو الناس، كاينين الناس اللي مشاو فيهم الحساسيه ولا الثقه، مشاو للسبيطار خلاو الكسيبه ديالهم السوق ضايعه. كنطلبوا من الوزاره ومن الريوس ديال الفلاحه والريوس ديال الجامعات يشوفوا هذا الحل ديال السواق. السوق اسبوعي في هذه المنطقه في هذه الوقيته ديال الصيف دابا راه كيتكرفزوا فيها الناس بالغبره، وانتم الحمد لله كتشوفوا بعينكم، راه شهدتوا هذه الكلمات اللي كنقولها انتم كتشوفوا. شكرا السيد، والله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا على الجامعه. نشين زي جهه النار انت تارزي المسؤولين. ايه على الاقل ما راهو هذا سكير بونسي، ما على الاقل هضروا الشن. هضروا الشن. ها؟ واش اللي تيدخل تيخلص شي حاجه اللي والله يا ودي البهيمه صغيره كان خلصوا عليها 3 دراهم في الصنك ديالها. والبقري كان خلصوا عليها 20 درهم. وهذا الشيء اللي كان خلصوا في السواق نسقيو بها السوق نديروا فيه الجرح. عيب عيب وعار يا الاخوان، عيب وعار السيد الرئيس. عيب وعار. شوف شحال من البهيمه دخلت. 3 دراهم ديال البهيمة ديال الراس بالنسبة للاخر البقار شحال؟ 30 درهم والبقار 20 درهم 20 درهم مع 3. شوف شحال يعني سوق واحد يقدروا ميزانية ضخمة، ولكن مع الأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. من السبب يجعل يعني مغرمي يتقارب درعيدي وذانو غير خاسنة صغان؟ من السبب يجعل يقعد؟ نغذان خسيني على حسب الشيء الإحصائيات يعني الوزارة يعني 7 مليون وشي حاجة، ونشينا 11 تقريبا 4 مليون، يعني ذني 3 مليون فائض. 3 مليون فائض يتسمى يودانا سكواسا قعرفنا الطاس. يعني على حساب عرف يقعد يقصتيني يقعد سكواسا يقعد سويش. يتسمى سكواسا نيعدو. شينا عمود سكواسا نيعدو. شينا عمود سكواسا يقعد حريقه يقعد. شكرا شكرا.